ومعنا هاتفيا من اسطنبول باحث سياسي سوري حسن نيفي، مرحبا بك. إذا هناك أنباء عن قتل وإصابة 30 شخصا بغارات جوية على بلدات ريف إدلب الجنوبي، كيف ترى استمرار التصعيد على إدلب؟ تحية لكم وللسادة المشاهدين. حياك الله. واقع الحال أن التصعيد الروسي على منطقة إدلب وشمال حماة منذ منتصف نيسان الماضي كان هدفه واضح، وهو استمرار للاستراتيجية الروسية الرامية إلى تمكين نظام بشار الأسد من السيطرة على كل الأراضي المحررة من سلطته، وبغض النظر عن اتفاق سوتشي الذي أبرم في إيلول من العام 2018، وكذلك على الرغم من كل البنود التي نص عليها القرار 2254 عبر مسار أستانا، روسيا من الناحية العملية على أرض الواقع هي لا تلتزم بكل ذلك، وإنما هناك استراتيجية واضحة هدفها كما قلت السيطرة على الأرض ومن ثم العودة إلى طاولة المفاوضات لتكون أوراقها قوية. ولكن كان هناك هدفان، الهدف الأول هو هدف قريب ومباشر وهو السيطرة على شبكة الطرق الدولية، أي طريق حلب دمشق حلب اللاذقية، وللسيطرة على هذه الشبكة لابد من السيطرة على بعض المدن والبلدات كبلدة خان شيخون التي احتلتها بمطلع هذا الأسبوع، وكذلك الآن تتطلع إلى السيطرة على مدينة المعرة وعلى مدينة سراقب، لأن هذه الطرق هي محاذية للطريق الدولي. طيب، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صرح بأنه يتوقع دخول قوات بلاده إلى شرق الفرات في وقت قريب جدا، كيف تقرأ هذا التصريح قبيل زيارته إلى موسكو غدا؟ يعني اتفاق الذي أبرم بين الجانبين التركي والأمريكي في السابع من الشهر الجاري، اتفاق يقضي بإنشاء منطقة آمنة كما أطلق عليها، ولكن هذا الاتفاق من خلال بنوده العريضة يبدو أن فيه بعض الغموض، غابت عنه الكثير من التفصيلات التي لم تتوضح وإنما تم تسريبها عبر بعض القنوات. واقع الحال أن هذا الاتفاق فيه المزيد من التفصيلات التي تحتاج إلى مفاوضات باستمرار. يعني الآن على الرغم مما قيل حول هذا الاتفاق وكذلك على الرغم من التصريح أو التصعيد الإعلامي التركي، اليوم ما طبق من هذا الاتفاق هو الجانب الرمزي منه فقط وهو الدوريات المشتركة. ولكن هناك بعض المعطيات التي رأيناها على الأرض ربما تؤكد جدية هذا الاتفاق، منها على سبيل المثال انسحاب قوات قسد من مدينتي تل الأبيض ورأس العين، ثم تفجير بعض الأنفاق والخنادق التي تم حفرها. ربما هذه المعطيات تؤكد جدية الجانب الأمريكي في الالتزام بهذه البنود. ولكن هذا لا يعني أن هذا الاتفاق ربما يمضي إلى الشوط الأخير. نحن نعلم أن مدينتي تل الأبيض ورأس العين يعني هما تطبيق للمسافة بالعمق 5 كيلومتر. وأما ما يتطلع إليه الجانب التركي فربما يتجاوز ذلك. طيب، وزارة الدفاع التركية إذن أعلنت أنها ستواصل العمل لبدء دوريات مشتركة مع القوات الأمريكية في هذه المنطقة الآمنة قريبا، ولكن كيف تفسر هذا الإصرار التركي على الرغم من الرفض المستمر من الروس؟ اليوم تركيا واقع الحال تعاني نوع من الأزمة الشديدة من التجاذب والمراوحة بين الجانب الأمريكي وبين الجانب الروسي. هي تريد أن تحصل عبر علاقاتها مع الروس على بعض المكاسب، منها مثلا الحفاظ على مدينة إدلب لعدم تدفق اللاجئين أو للحيلولة دون تدفق اللاجئين إلى حدودها، وكذلك تتطلع إلى شرق الفرات فيما يخص يعني رفضها الشديد لإقامة أي كيان كردي محاذي لحدودها لحماية أمنها القومي. ما يجري في سوريا واقع الحال هو صراع إقليمي ودولي من أجل مصالح كل طرف وليس للمصلحة السورية. إذن صراع إقليمي في ظل هذه التداعيات ودفع روسيا للنظام لإبطال مشروع
تركيا لإنشاء المنطقة الآمنة، هل تعتقد أن مواجهة مباشرة ممكن أن تقع بين الأتراك ونظام الأسد؟ لا أعتقد ذلك. يعني الآن صحيح أن هناك أطراف تتصارع في سوريا، مثلا أمريكا، روسيا، تركيا، ولكن هذه الأطراف لا تتصارع أو لا يمكن أن تصطدم بشكل مباشر، وإنما هناك قوات بتعمل بالوكالة. يعني كما نعلم ربما يعني مثلا قوات سوريا الديمقراطية هي التي يعني تعمل على تنفيذ الأجندة الأمريكية، فيما قوات درع الفرات مثلا هي الملتزمة بسياسة تركيا والتي تنسق مع تركيا، وقوات نظام بشار الأسد هي التي تلتزم بالأوامر الروسية. الأطراف الدولية لا تتصادم بشكل مباشر، وإنما صراع المصالح يقتضي وجود قوى محلية، هذه القوى المحلية هي التي تتصادم، وبالتالي يعني الضحية هو الشعب السوري، ما يدفعه الثمن هو الشعب السوري. علينا أن نعلم دائما أن الصراع هو من أجل المصالح، مصالح الأطراف الإقليمية والدولية في سوريا، وليس من أجل القضية السورية. شكرا جزيلا لك من اسطنبول، باحث سياسي السوري حسن النيفي.